مرحبا بكم مجددا. اليوم سوف أتحدث عن الـ PID. شنو الـ PID؟ أكو فيديو سابق أنا شارح عليه على الـ PID بشكل مفصل. الـ PID هو اختصار للـ Proportional Integral Derivative، بي ثلاث عمليات، وهي أول عملية الـ Proportional الفرق، والـ Integral التكامل، والـ Derivative هو للاشتقاق. فهذه ثلاث عمليات تصير في كل المسيطرات اللي كان مستخدم، الهوائية والكهربائية وغيرها. هنا بالبي ال سي مخلي لك دالة جاهزة، انت مباشرة دخل القيم اللي تريدها وراح تطلع لك اوتبوت. زين، لو نجي هنا شوف ايش بي البي اي دي، بي سيت بوينت. زين، وبالعمليات الثلاثة اللي هي بي والاي والدي، كل واحدة لها معادلة، احنا ما نريد ندخل بتفاصيل كنترول. فخلي ببالك راح يصير عندك ثلاث عمليات، هذه العمليات تنجمع بسميشن وتروح للبروسيس، راح اغير لك البروسيس. اوكي، بعد الاوتبوت تاخذ منه سامبل، هذا السامبل يسمى فيدباك، راح يرجع وين؟ راح يرجع للسيت بوينت، يتنقص من عنده، ومره اخرى راح يصير عندك ايرور جديد، فالبي اي دي راح يتعامل مع هذا الايرور ويغير لك حاله البروسيس. بمعنى اخر حتى نبسطها اكثر لكم، اكو شيء اسمه ماضي، واكو شيء اسمه مستقبل، واكو شيء اسمه حاضر. هنا شنو عندك؟ عندك ثلاث حالات تتعامل وياها، عندك الماضي والحاضر. الحاضر هو الفيدباك اللي جاي تاخذه من الاوتبوت، هذا الحاضر، وعندك الماضي، عندك سيت بوينت. اوكي، والمستقبل جاي تحدده بالبي اي دي، هو اللي جاي يرسم لك مستقبل هذه العمليه. فما اذا صار عندك اوتبوت بشكل مفاجئ نزل، ما راح ينزل بشكل بطيء، هذا البي اي دي ما راح يغير لك الاشاره، راح يغير لك اياها بشكل سريع. واذا الاوتبوت صعد بمقدار قليل، اوكي، راح البي اي دي ما يصعد لك بشكل مفاجئ، راح يصعد لك بشكل بطيء، فيكون تناسبي جدا مع الاخراج والسيت بوينت والبروسيس. اوكي، فما راح تحس بالفرق. مستخدم بالاجهزه الالكترونيه، في الاجهزه الهوائيه، مستخدم في الطائرات، الدرون، في كثير من المجالات. احنا في المجالات الصناعية راح نشرحها على الـ RS Logics، فابقوا يانا. زين، هسه رحنا على نافذة الـ RS Logics. اذا تروح على الفايلز، على الفايل راح تلقى شيء اسمه الـ PID. اوكي، هنا خل، زين، هنا الـ PID راح اسوي له دراج دروب، هجيبه هنا. شوفوا الـ PID ايش بيه، عندك الـ PID file، وين تريد تخزن ملفات الـ PID؟ هنا ما عندنا PID، لو تجي للـ data file ما عندي PID، فحتى اسوي له مكان يخزن به ملفات راح اضغط على new، كليك اي من new على الـ data file، ومن الـ type تختار PID. اوكي، هاي اول خطوة تسويها. وهنا ايش قد تريد الدالة مالتك تسوي، كيف راح اسوي ام الخمسة، هاي مصفوفة مالتك. زين، بعدها راح اطي اوكي، صار عندي PD9. لو تدخل عليه شوف ايش قد بي متغيرات. اوكي، ايش قد متغيرات، كثير من المتغيرات. هذا شنو صار PD9؟ فايش راح اقول له؟ راح اقول له انت الفايل مالتك اخذنا بال PD9 colon 0. اخذنا بهذا المكان. زين، راح يقول لي بروسيس فاريبل منين اخذه. البروسيس فاريبل ممكن تاخذه من فرضا من انتجر اللي هو ال N70، هذا بروسيس فاريبل مالتك. زين، يعني العملية اللي جاي يصير هسه. زين، هسه السيطرة، اشارة السيطرة منين اخذها؟ تاخذها من N فرضا، ايضا من انتجر اللي بعد هذا اللي هو 1. زين، هسه حددت الـ PID مالتي. شوف هسه انفتحت لك نافذة اسمها PID Setup، هذا هو الأهم شيء. أنا حددت المكان راح أخزن به، وحددت البروسيس اللي أريد أخذ منها، وعلى شنو أريد أسيطر، وبالتالي راح إذا تضغط دبل كليك على Setup سكرين راح تطلع لك نافذة شبيهة بها التونينج بارامتر، هذا التونينج اللي تريد أنت تسوي الجين، الريسيت، الريت، اللوب ابديت، هذا اني كلهن البي اي دي كنترول تقدر تسوي اوتو مانيوال كثير من المتغيرات، هذا بالتونينج.
بعد شنو يجيك؟ يجيك الانبوت اللي هو خاص بالست بوينت والسكيلينج وغيره، ويجيك الاوتبوت اللي الماكسيموم والمينيموم، وبعد عندك الفلاكس. اوكي، فهذه المتغيرات كلها تحدد لك العملية مالتك شلون تريد تشتغلها. اوكي، البي اي دي موضوع موسع جدا، انت اهم شي تكون عندك عليه فكرة، حتى باكر عقبه اذا تريد تغير شي بالبي اي دي، اريد اغير الجين، اريد اغير الريسيت، اريد اغير السيت بوينت ماكسيموم، تعرف مباشرة وين تروح. اوكي، او اذا تريد تسوي لك فدالة بسيطة، احنا هاي الدوالي اللي اخذناها ممكن تسوي بيها ببرنامج متكامل 90%. زين، فالبي اي دي هو هالعملية، السيت بوينتات اللي هنا، انت بعد حسب العملية اللي تريد تشتغل عليها تشتغلها. اوكي، ممكن البي اي دي هذا ال N7 يجي من غير مكان، يعني هنا ممكن عندك الدالة اللي اخذناها قبل شوية اللي هي ال SCP مال السكيلينج، ممكن يجي من SCP. اوكي، ممكن هذه الدالة تكون ناتجها N7 N70. اوكي، فهو ياخذ اوتبوت مال سكيلينج. اوكي زين، ممكن السكيلينج الانبوت مالته يكون فد متغير، يعني متغير مثلا i1 0/0. اوكي، نشوف ال i1 i1 0.0 i1 0.0. زين، هذا ممكن هذا يكون متغير، او خلينا نفترض انالوج، فهنا راح تخلي له انبوت اوت، شرحناها في الدروس السابقه. زين، وهذا راح يكون هو مدخل للبي اي دي مالتك، واريد اخلي السي بي اخرى السي بي. اوكي، هذه الاس سي بي الانبوت مالتها ياهو راح يصير البي اي دي، راح يصير مخرج البي اي دي اللي هو N7 كولن 1. اسوي لك كوبي واخليه انبوت لهذا الاس سي بي. فانت بعد حر بالتعامل مع هذه المتغيرات. اوكي زين، اعطيكم ملاحظه اخيره على الاس سي بي ما حكيناها بالفيديو. الاس سي بي دائما تجيك من باور اوف 2، يعني اس الاثنين. دائما القراءة تجيك الانالوج هي اس الاثنين. اوكي، اذا تجي للريزولوشن اكو فيديو في البلاي ليست مال سيمنز 200، يعني انا شارح بيه الانالوج انبوت، ممكن تشوفه وتعرف شنو الريزولوشن. اوكي، سعر الحاسبة مال ويندوز خلينا نحسب بيها الريزولوشن، عندك منها من الفيو حولتها ساينتفك، مثلا عندك 2 اس مثلا 14، دائما 2 اس 2 اس 13 14 12، هنا الريزولوشن مالتي 14. اوكي، هذا باينري. فايش قد راح يصير عندي الداله اللي راح اقراها؟ راح تكون مثلا من 0 الى 16384، هو راح يبدي من الصفر، اذا راح يصير 16383. فالماكسيموم مالتي 16383. اوكي، هذا الماكسيموم مالتي، والمينيمم بعد انت شوف اذا مضبوطه المرسله مالتك راح تقرا من الصفر، فراح يجيك اشاره نمبر بهالشكل. اوكي، فهذه الارقام هي راح تكون بالنسبه للسكيلينج هذا المدخل مالتك. زين، هذه الملاحظه ممكن تراجعها في سيمنز 200. اوكي، لحد هنا عرفنا البي اي دي، عرفنا المداخل المخارج مالته، عرفنا شو يسوي. وأي سؤال تركوه بالتعليقات. تحياتي لكم.